السلام عليكم، معكم احمد مطر. كل سنه وانتم طيبين. السنه الجديده جت 2020 ويا رب ان شاء الله بالنجاح وعلى راي الله يرحمه وشعبنا عبد الرحيم. هبطل السجاير وكل انسان جديد، ومن اول يناير خلاص هشيل حديد. يعني هو ترند كان طلع في سنه من السنين، بس للاسف في ناس كتير ما مشيتش عليه. عموما لكل اول 31 ديسمبر بنعمل احتفالات، بنخرج. في ناس كتير بتهتم ب 31 ديسمبر انها تخرج وتتبسط وتعمل احتفال بالسنه الجديده، وبعد كده تحصل خيبه الامل. شهر فبراير حصل مشكله، حصل في ابريل حد القدر توفى، في شهر 6 القدر اللي عملت حادثه، جت في شهر اكتوبر تبقى كفايه كده يا سنه مش عارف مين، كفايه عليك كده، عدي بقى وهاتلنا الجديد. يجي 31 ديسمبر يحتفل وهكذا وهكذا وهكذا. طيب هل احنا بنستنى السعاده هي اللي تجينا؟ هل احنا بنستنى النجاح ان هو اللي يجينا؟ مستنيين ان السماء تمطر ذهب وفضه ودولارات والماس، ولا هنشتغل؟ الاوقع والاحسن اننا نشتغل. الناس تسالني هل انت بتعمل اللي انت بتقول عليه ده؟ بعمله، بس في وقت تاني. انا بعمله يوم عيد ميلادي، باجي في يوم عيد ميلادي بشوف انا عملت ايه السنه اللي فاتت، وخصوصا انا بعملها في مجال القرايه، وعلى البروجرس بتاعي. انا كنت عامل حسابي ان انا هقرا 4 كتب، قريت 8. السنه دي المفروض كان التارجت بتاعي ان انا اقرا 8 كتب، داخل في خلاص يعني بقول لا 8 دي قليله، انا هخش في 12، وحاطط لنفسي جدول زمني معين. ان شاء الله على عيد ميلاد الجاي اكون وصلت 12 كتاب، وكل سنه هعلي. ده غير الحاجات التانية. انا بقول لكم القرايه دي كمثال بسيط. تمام. طيب الاهداف بتتعمل ازاي؟ بتجيب ورقه وقلم، بتحط اهداف بسيطه قريبه واهداف متوسطه، بحيث ان انت لسه عضم مقتري ما تقدرش على الاهداف البعيده. هتيجي في اول شهر، والله احنا دلوقتي في شهر يناير، شهر يناير ده ايام واسابيع وشهر، في الايام هقدر اعمل كذا وكذا وكذا، على مجال الاسبوع هقدر اعمل كذا، على مجال الشهر اكون عملت كذا، ونحط اهداف صغيره نقدر نحققها بسهوله، وما نعملش الاهداف القديمه، او اللي احنا نحطش حاجات اوريدي بنعملها، لان الاوريدي بنعمله ده احنا ما بنغيرش فيه حاجه. هنحط اهداف جديده اذا كنت هتعمل حاجه جديده او هتلغي حاجه قديمه انت مش عايزها، لانك برضو انت التخلص من العادات السيئه مش بالسهوله دي. تاني حاجه هتدور على الناس اللي بتعمل نفس الموضوع اللي انت عايزه. يعني مثلا هنتكلم على مجال الجيم، لو انت عايز تبقى شخصيه رياضيه هتشوف حد من اصحابك اللي هو رياضي، اللي هو بيحافظ على صحته، اللي بياكل اكل صحي، ونشوف ونصاحبه ونروح معاه. انا عايز ابقى رياضي، خدني معاك. هيبقى بيديك النولج بتاعته، ويكون اهم حاجه راجل امين في اللي بيقوله. هيديك النولج بتاعته، هيديك الحماس بتاعه، هيديك القوه بتاعته، وانت هتبتدي تتعلم وتزيد، وفي يوم من الايام ممكن تنفصل عنه، لان خلاص انت مش محتاج، انت بقى ده طريقك. تالت حاجه هنبعد عن الناس اللي بترجعنا لورا. الناس اللي بترجعنا لورا ديت صاحب يعني ذو عادات سيئه، خطيبتك اللي بتنكد عليك، خطيبك اللي عارفك في عيشتك، الشخصيات اللي انا اقدر انفصل عنها تماما، عشان دي شخصيات زي ما بيقولوا كده توكسيك، بتسمم حياتي، بتسمم افكاري، بترجعني لورا. وهنبعد برضو عن الناس اللي بتخلينا نبعد عن اهدافنا اللي احنا عايزين نوصل لها. يعني دلوقتي انا عايز ابقى راجل باكل صحي وابقى راجل رياضي، ما اروحش اقعد مع ناس كل همها ان هي تاكل اكل مش صحي، وفي جروبس كده، في جروبس كتير كده. انا عايز ابطل شرب، ما اروحش اقعد مع ناس بتشرب. ما عايز ابطل مش عارف كذا، روحش يعني ابعد عن الناس اللي بترجعني لورا. رابع حاجه الموضوع محتاج صبر. ما تقولش عشان انا مش لاقي نتيجه ده معناه ان مفيش حاجه بتحصل. كل حاجه في حياتنا ربنا خلقها لنا مديها فتره، مديها مده، لازم نمشي مع المدد اللي هي متوقع انها تحصل فيها. خامس حاجه ان انت بعد ما تكون مشيت في الموضوع شويه تجيب حد معاك انت تبقى الليدر بتاعه. بمعنى يعني انت مثلا بقالك 5 6 شهور مثلا بتتمرن، مش هقول انت هتبقى خلاص ترينر وتفتح جيم وتجيب ناس تمرنها، لا، هات حد معاك يكون لسه جديد، تكون انت بالنسبه له ليدر،
الليدر من خصائص بتاعته ان هو بيخاف يقع للناس اللي وراه تقع، دايما بيفضل يحفز في نفسه ويحفزهم وهم يكونوا من نفسهم دافع ليه ان هم يتقدموا. والموضوع ده بسهوله ممكن تعمله مع ابنك. في ناس بتحصل معايا في الجيم يكون اب بقاله شهرين ثلاثه حس بتحسن راح جايب ولاده معاه، دي ابسط صوره ممكن تتعمل، لان ولاده لما يتعلموا رياضه هيحبوا الرياضه، هو لما يبتدي يهدى زي ما بيقولوا كده خلاص يخستك بقى مش قادر يكمل، هم يكونوا دافع ليه ما يقدرش يبطل عشان هم شايفينه عينيهم عليه، هو الليدر. سادس حاجه، مش مشكله لو عندك هدف او هدفين لقيتهم مش صالحين ليك. انا مثلا حبيت اروح الجيم، جربت البادي بيلدينج ما عجبنيش ما استفدتش منه، اجرب كروسفيت ما عجبنيش ما استفدتش منه، اجرب حاجه تانية رياضه تانية، مثلا الكلاسانكس اللي هو ستريت ورك اوت عجبني اتبسطت منه اكمل فيه. مش مشكله ان انا اراجع او ريفيو التارجت بتاعي او الكيفيه عمل الهدف بتاعي بتغيير الاسلوب وابص لحاجه تانية. واخر حاجه والاصعب، دايما هتلاقي اعداء النجاح، دايما هتلاقي الدنيا او الحياه بتبعت لك ناس ملهاش لازمه تضعف منك وتقوي عزيمتك او ظروف صعبه تخليك ترجع لورا. دايما هتلاقي صعوبات في سيلفستر ستون، انا واحد من الناس اللي بعتبرهم ناس بيدوا موتيفيشن، في لقطه من فيلم روكي بيقول لابنه life is not sunshine and rainbow، يعني الحياه ما فيهاش قوس قزح وشمس منوره، it will be hitting you، يعني دايما الحياه تفضل تخبط فيك وتوقعك وتهدك. الموضوع مش ازاي انك تقدر تضرب، لا، ان المهم انك تفضل تضرب وتفضل واقف على رجليك، هي دي الحياه. ما تضعفش، ما تستسلمش، جدد حياتك، حسن من نفسك، وربنا يوفقكم كلكم ان شاء الله وتوصلوا اهدافكم. كان معاكم احمد مطر، السلام عليكم.